وفي إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين، تواصل الدولة بذل أقصى الجهود لتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها الأشقاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. يأتي ذلك في حين وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة العريش في شمال سيناء. تستهدف هذه القافلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عليهم نتيجة للاعتداء الإسرائيلي.